لقاء وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي كان لتقديم توصيات جديدة لمدراء الولائيين استعداداً لشهر رمضان، لكن بالمهدي فضل الخوض في العلاقات المتوترة بين الوزارة والأئمة، مذكراً أنه واحد من آلاف الأئمة. الإمام نخدمه كإدارة محلية، نخدمه كإدارة مركزية، أخدمه أنا بنفسي، تخدمه اللجان المسجدية، كلنا خدم لهذا الإمام، وأبواب الوزارة مفتوحة، ولن أعدم وقتا أخصصه لهؤلاء الأئمة في اقتراحاتهم عبركم وعبر سائر مصالحنا. بالمهدي في ثاني خرجة له بعد تولي منصب وزير الشؤون الدينية ذكر الأئمة بالأوضاع التي تمر بها الجزائر حاليا، ورغم ذلك سيعمل على حل المشاكل العالقة بين الوزارة وموظفي الشؤون الدينية. أقول لهم بأن عملية إصلاح وتحسين ظروفنا، وأنا واحد منكم، تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى صبر ومصابرة، وتحتاج إلى أن نرافق بعضنا البعض في تحقيق ما يمكن أن نصل إليه. بالمهدي اكتشف فيما يبدو حجم الهوة بين مسؤولي الشؤون الدينية في البلاد والأئمة في مشهد ليس وحيداً بهذا القطاع، وإنما يمتد لقطاعات وزارية كثيرة.